السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله الحمد لله. ممكن استفسار كده معلش عن حاجة؟ اتفضل. كنا ادينا مبلغ لواحد قريبنا يعني يشغله كده، شغله لنا وكده، وبعدين طمع فيه فاخد 150,000 وبعد كده 150,000، وكان لي في 2 شركاء كمان دخلوا معانا بمبالغ. ايوه يعني. فالاثنين الشركاء طلبوا فلوسهم وخدوهم، وخدوا فلوسهم من الراجل ده. فالراجل قريبنا ده اشترى عربيه ربع نقل، ما بنطلبه بالفلوس بقى، فبيقول لا ما لكوش حاجه ومش عارف ايه. فاحنا عملنا قعده وما بنخرجش معاه من الحوار، من القعده، من الجلسه دي بحاجه يعني. فاحنا دلوقتي انا دماغي واخداني ناحيه الشر كده يا شيخ مصطفى. والله تعوز بالله من الشيطان الرجيم. اخذ الحق. وبعدين ده عمي، ده عمي يا شيخ مصطفى. ايه؟ وده عمي. اسال الله له الهدايه، واخذ الحق كما يقولون، اخذ الحق حرفه. فاستعن بالله لاسترداد حقك بالحسنى افضل. السلام عليكم. مرحبا أفضل الشيخ مختار، بارك الله فيكم ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. لدي سؤالين. تفضل. أهلي يعني عايزين أخش الكلية الحالية كده. ها؟ اهلي ايوه يريدون ان ادخل كليه عسكريه وكده، وهضطر طبعا احلق لحيتي ويعني اسمع موسيقى واحيي العالم كده كده. وانت ترفض ذلك؟ وانت ترفض ذلك؟ ليس من حقهم ان يجبروك، واذا خالفتهم فانت لست بعاق. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا ريان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الجميل، ربنا يبارك في حضرتك. وياكم. الله يكرمك. دلوقتي في مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، الصلاة الجهرية، بنصلي السنة سري، فبيدخل واحد ورايا يبقى عايز يصلي المغرب، فطبعا انا هنا اظهر بيه ولا وتلاقي الامر واسع. ان شئت جهرت وان شئت سكت اصررت. افرض انا في نص الفتحه مثلا، الامر واسع يعني نفتح بعد كده ولا عيد له؟ يجوز الامر فيه ساعة. ايوه انا عايز اوضح السؤال اكتر. لا، السؤال واضح. انت بتصلي، وصلت الى اياك نعبد واياك نستعين. دخل وراك خلف، هل تجهر او تسر اتماما؟ الامر واسع. دي ودي ممكن. ما خلاص ده معنى الامر واسع. نعم نعم. شكرا دكتور. الله يكرمك.
حكم تكرار العمرة بالذهاب إلى المدينة والرجوع منها بعمرة لا بأس. بارك الله فيك أحمد نتع بن موسى، ولك بمثل. السلام عليكم. مرحبا فضيلة الشيخ إيهاب عقل، سلمك الله. شكرا يا خمر منتصر، ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كان عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك. تفضل. ما حكم الصلاة والجماعة أنا وزوجتي في البيت؟ وتترك المسجد يا مسلم؟ عفوا للضرورة. الضرورة لا وقت بأس. الضرورة. الضرورة لا بأس. لا بأس تؤجر كجماعة. إذا كانت ضرورة. إذا كانت كانت هناك ضرورة. ضرورة دعتك إلى ذلك. بارك الله فيك. أخيك. بارك الله فيك يا فتح بن عثمان وأنت يا أم يمنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله أنا بخير. عشان بدون بس مطالع لحضرتك دلوقتي، انا عندي حاجه اسمها سلس البول. سلس البول وبعد. فانا مش عارف يا شيخ الله مصطفى، يخليك هو يا سلس شيخ. بول فعلا ولا مش فاهم؟ ما الذي عندك؟ تنزل بول بصورة مستمرة؟ يعني انا بعمل حمام يعني، وبعد ما اطلع من الحمام بينزل قطرات بول ذات نفسها، ما هوش ماني خالص. طيب أقول لك، ده يعني طول اليوم ولا ساعة دخول الحمام فقط؟ بعد الحمام بينزل قطرة أو طيب ممكن تأجل الحمام إلى بعد، يعني تتوضأ بدون أن تدخل الحمام، تمام. وبعدين تأجل دخول الحمام إلى بعد الوضوء، إلى بعد الصلاة، أو تتوضأ وتدخل الحمام قبل، عفوا تدخل الحمام قبل الصلاة بزمن ساعة مثلا، وإذا نزل بول امسحه وتوضأ ثانية. طب هو يا شيخ مصطفى يعتبر نجس او ما نجس؟ النجا مال هو طاهر، يعني البول طاهر؟ ده اللي بتكلم فيه. لا البول نجس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ، انا قلت حضرتك سؤالين، يمكن حضرتك ما سمعتنيش. السؤال السؤال الثاني، ايه حكم الصلاة في المسجد في ضريح، مع العلم ان الضريح في غرفة مختصرة وخلف المصلي ليس في اتجاه القبلة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. شكرا. حبك الله يا أحمد أبو هشام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معايا الشيخ مصطفى؟ معك. الشيخ مصطفى؟ نعم. كيف الحال؟ الحمد لله طيب من فضل الله. والله اني احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ويعلم الله انني يعني مشتاق اليكم. الله يجمعنا واياك على طاعته. ولدي مسألة هامة افتونا فيها مأجورين، وبارك الله فيكم وفي علمكم. الله يبارك فيك ويسلمك. تفضل، ما المسألة الهامة؟ توفت والدتي رحمة الله تعالى عليها، وتركت لنا ميراثا. وتركت لكم ميراثا وبعد؟ انا واخواتي الثلاثة. أنت وأخوتك الثلاثة وبعد؟ ولكن بحكم قصر سننا في ذلك الوقت لم يوزع لنا الميراث. بحكم إيه؟ بحكم قصر سننا. طيب لم يوزع لكم الميراث لصغر السن وبعد؟ فجعل أبي يصرف علينا منه جزءا. أيوه. والجزء الآخر تزوج به وصرف به على زوجته، واشترى لها هاتفا وذهبا وعفشا وأثاثا. أنتم كم أعماركم؟ إيه؟ أعماركم كانت كم؟ أعمارنا في ذلك الوقت لم تتجاوز 18 سنة. لا يعني تتجاوز 18 سنة، أنتم بالغون. نعم كنا بالغون، ولكن متى ماتت أمكم رحمة الله عليها؟ نعم ولا رحمة الله على أمك، متى ماتت؟ ماتت في عام 2018 سنة. لا كان عمرك كم سنة؟ كان عمري وقتها 17. يعني كنت بالغا. نعم كنت بالغ. يعني وانت تطالب اباك بالفلوس؟ نعم، لكن ابي لم يعطينا المال، قال لم يعطينا من المال. مبلغ كبير او صغير؟ ايه كانت تركه مئات الالاف يعني ولا حاجات خفيفه؟ لا تركت ما يقارب 300 ألف. انتوا كم ولد؟ نحن ثلاثه. نحن انا واخي الثلاث، انا واخواتي الثلاث. وابوك انفق عليكم منها وانتم بالغون؟ نعم البالغون طبعا انت تعرف ان
هل يجب على الوالد الإنفاق على أولاده البالغين أو لا يجب؟ وجهان للعلماء. فإذا قلنا أننا سنختار أنه لا يجب فأنفق عليكم من أموالكم، كم سنة أنفق؟ نعم، أنفق علينا من أموالهم. كم سنة؟ أنا تجاوزت 18 سنة، ولكن إخواني مدة كم سنة يعني تنفق عليكم؟ حاليا؟ مدة كم سنة أنفق عليكم؟ من عندنا 18 سنة هو بينفق علينا. وأنت كم الآن؟ الآن 22. أيوه ماشي. هو يرفض أن يعطيكم الأموال. نعم، فهل يحق لي أن أطلب منه ورثة أمي الآن؟ بحكم أنه لم يصرف علينا الورثة كاملا؟ هات الباقي. ماشي، اطلب منه الباقي، مش مشكلة. نعم، ولكن نفذ المال حاليا. طب ما هو ما معهوش فلوس، هتعمل ايه فيه الآن يعني؟ ماذا تصنع؟ والله أنا سأطلب منه يعني أنت تقول ما معه فلوس، وتقول هات الفلوس يا أبي ما عندي، ماذا يصنع؟ طب ما رأيكم؟ بارك الله فيكم. والله رأيي خلاص عدت المسألة، اطلب منه، إن كان معه فلوس يطلع، ما معه فلوس بس لا تنشئ عداوة. لا لن أنشئ معه عداوة، ولا الله يسلمك. يعني الله يكرمك، زعلان مرت أبوك واللي مش حبك الله يا شيخ إيهاب، ولك بمثل يا محمد الرفاعي. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدوي معايا يا فندم؟ نعم، يا لست أفندم، تفضل. ازي حضرتك، تعمل ايه؟ الحمد لله طيب، الحمد لله. كان ليا سؤال كده يا شيخ. سل. دلوقتي حضرتك، انا موظف في جهه حكوميه، وان شاء الله هتنقل قريب العاصمه الاداريه. الله يستر امرك. تمام، فالدوله وفرت لي نشوء وكده، فانا هتحمل ثلث ثمن الشقه، والدوله تتحمل الثلثين، والتلتين دول الدولة هتقسطهم لهيئة المجتمعات اللي هي الجهة بتاعتي بفوائد ربوية. هي هتقسطهم على 7 سنين، وفي مبلغ 500 جنيه فايدة عشان التقسيط دوت الموظف يتحملهم، فهذه الفايدة دي كده ربا يا فندم؟ أنت مضطر إليها، إذا كنت مضطرا إليها فالمضطر لا يؤاخذ. إذا كنت مختارا وتستطيع أن توفر سكنا أفضل بدون وقوع في هذه الربويات لا بأس، بأفضل. تمام. سلام. مرحبا يا أخ حمودة بن يحيى والأخت دينا، بارك الله فيك. الأخ نبيل مرحبا بك، لكن لو غيرت الصورة أخ نبيل كده تكون بهيجة أفضل. السلام عليكم. عبد الرحمن بن ياسر. سلام ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا عندي سؤال بس بالله عليك حضرتك يعني ترد عليا ضروري. اتفضلي. الله المستعان. حضرتك، انا جوزي رمى عليا يمين. ماذا قال؟ قال لي، هو كان ساعد دي او ذا، بيقول لي، قال لي روحي انت طالق بالثلاثه ومحرم عليا زي امي واختي. ايوه، بعدين بس خلاص كده. فهو ده مش اول يمين يا شيخ. رقم كام؟ هو رمى عليه يمين قبل كده، فهو كان في ظرف خلاه غصب عنه ان هو يرمي اليمين ده، فكرر كذا مره، فطبعا وجي في يوميها. ماذا قال؟ قال لي انت روحي انت طالق بالثلاثه. طيب، والمره الثالثه كانت ايه؟ جي حضرتك دلوقتي، هو جه لما جه قال لي انا هرد وخلاص كده، اتحسبت واحده. فجي تاني، احنا كنا مفكرين ان ده اخر يمين، راح استشير في دار الافتاء. خلاص، انا ما اقدرش اتكلم غيابيا، لما يسالني اجاوبه. لكن ايوه، في دار الافتاء حضرتك قالوا له خلاص، هو ده كان او اليمين الاولاني ده كان يمين واحد. فحضرتك لما راح يستشير في دار الافتاء. يا اختي، عفوا عفوا يا اختي، لا استطيع ان اتكلم في غيابه. ممكن تسالوني على الهاتف الخاص؟ طب ادينا رقم حضرتك. معلش يا شيخ، انا دايخه على الشيخ، مش لاقي رقم عشان عايزه اتواصل بحضرتك او باي حد. 0000 5333383. 5333383. ايوه، 3 3. ايوه خلاص، ماشي، ألف شكر. الله يكرمك، حبك الله يا أحمد بن طه. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف قلت الشيخ في حالك؟ الحمد لله، تفضل. طمنا عليك وعلى صحتك. يا رب لك الحمد، في نعم من الله. طبعا الدنيا اخرى يا مولانا، ويرفع قدرك في العليين ان شاء الله. ولك بمثل اظنك شيخ طه. انا قلت اسمع صوتك واطمن عليك، وحشني من زمان وسمعت صوتك. الله يبارك فيك يا شيخ، ربنا يرزقك الاخلاص والتقوى يا رب. يا رب امين، والسامين والسلام. جزاك الله خير يا سيدي. ولك شيخ طه، الله يسلمك. ماشي احمد ابو شامة، اجبناك بالجواز يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، انا شيخ مصطفى، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. عندي سؤال لك يا شيخ. سل. كان في شخص ما متبرع باكفان لمسجد عندنا في القرية، وكل ما حد يموت الناس بتعرض في المسجد انه في اكفان لله، يعني لوجه الله. فالناس بترفض وتقول عاوز ان هي تشتري بفلوس. طيب، فالناس القائمين في المسجد بيقولوا يعني ينفع يبيعوا الأكفان اللي موجودة في المسجد ويجيبوا بيها حي تاني؟ صاحب الأكفان موجود؟ بصراحة لا أعلم. إذا كان موجود يستشيروه، وإذا لم يكن موجود؟ إذا لم يكن موجود يجعلوها أيضا وقفا، لأنه سيأتي ناس بلا شك من أهل الفقر والحاجة، دعوها كما هي. بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك. جزاك الله خير. في سؤال إن شاء الله. لو لي زميل يعني ذهب لدورة لتعلم اللغة الإنجليزية، ولكن يعني المحاضر هو له امرأة وفي نفس سنه يعني 24. طيب. هو كان بيسأل هل يعني دلوقتي، هو طبعا لما بتيجي تشرح أكيد يعني إيه يعني بتشرح، فهم يعني بتعطيهم ما في يعني مكان آخر في رجال يأخذ علم الرجال أفضل. ماشي، يعني هو بس أنا عايز أعرف، يعني أنا أسألك سؤال، هي متبرجة ولا ليست متبرجة؟ هو قال لي يعني متحجبة حجاب عادي. والله يا أخي أنا أنصح، والله أعلم، بأن يبحث عن رجل يعلمه، لا يتعلم إنجليزي ويملأ بصره من المحرمات قدر الاستطاعة. عجز وكان محتاج ضروري، ما في الا هي، يغض بصره قدر الاستطاعه. جزاك الله خير ان السنه يعني سلم عليكم قبل يدك. الله يرفع قدرك في العليين، ادعو لنا معك، الله يغفر لي ولك. السلام عليكم، ربنا يبارك. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. طيب ولله الحمد. الحمد لله. كنت بسال حضرتك عن كتاب التجويد المصور من رشد سويد. لمن؟ وليم خاردم. التجويد المصور للدكتور أيمن رشدي. لا أعلمه، لم أطلع على الكتاب. ما رأيك الدكتور أيمن رشدي سويد؟ والله أنا ما أعرفه، ما أعرفه لأنه رجل يتكلم في التجويد، لكن يراجع من ناحية الأشاعرة هل هو أشعري أو ليس بأشعري، إن أكثر المشتغلين في هذا الباب أشاعرة، بس هو ما أعرفه، ما أعرف إلا أنه متقن وإمام في التجويد، هذا علمي به. أما العقيدة اسألوه أشعري ولا ليس بأشعري، هذه ما أعرف عنه شيئا، ما سمعت له شيئا في هذا الباب. تمام، جزاك الله خيرا. يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عزيزتك يا عم الشيخ، عندي كذا مسألة بس. اتفضل يا حبيبي. السؤال الأول، معظم شركات مصر دلوقتي بقت فلوسها غالبا بتعدي على البنوك، رجال الأعمال بقى يحطوا كل فلوسهم في بنوك. أنا شغال مثلا في شركة فيها مخزن، الشركة ما جالش ولا حلال، هل الفلوس اللي أنا بقبضها؟ لا، أنت ما عليك أي مشكلة، الدولة كلها كده، كل الوزارات، أي موظف حكومي، أي موظف في الدولة وزارته تودع أموالها في البنوك، أليس كذلك؟ أيوه. خلاص، لكن أنت نفسك تمارس عملا حلالا أم تمارس عملا محرما؟ لا، عمل حلال الحمد لله. هم اسمهم على أنفسهم. تمام. طب دي أول حاجة، معلش يا شيخنا، بس هي كذا حاجة. الحاجة التانية، ليا صديق شغال في فندق، هو يعتبر بيمسح السلالم، ولكن الفندق في تحت في الآخر كده في بار، هو مالوش دعوة بالبار، هو بيمسح سلالم السوق الفندق، هل هو مشارك في الإثم؟ ليس فيه بار، لا يمسح البار. لا لا لا، ما بينزلش تحت.
خلاص يعني عمله جائز والأحوط له في دينه أن يبتعد عن هذا المكان القذر. طيب آخر حاجة شيخنا معلش. انصحه كده لله إذا يعني ينزل عليهم عذاب والعياذ بالله فحش وبلاوي في البار يبحث عن مكان آخر. معلش بعد إذنك يا شيخ. أعتقد لو أنا واقف بدي عذر لشباب مجموعة شباب. نعم. وأخطأت في قراءة بعض الآيات بسبب السهو. وقلت في الآخر سبحانك ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل كده أنا على ذنب إن أنا السهو أنت لا تعاقب بسبب السهو. ما في واحد يعاقب بسبب السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، يشهد له معنى الآية المتقدم. طيب تفسير رؤية الشيخ الألباني في المنام يا شيخ؟ رؤية العلماء في المنام شيء طيب، وينظر ما الذي قاله لك. لم يتكلم يا شيخنا، وبس نظر إلي نظرة بهجة أو سعادة. الله يجعلها كذلك، لعلك مقبل على اتباع سنة رسول الله، إن الرجل يحب السنة رحمة الله عليه. مرحبا يا أخي محمد مشالي أبا مريم. اللهم أني على ذكرك وشكرك حسنا من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخي الفاضل؟ الحال طيب من فضل الله تعالى، في نعم من الله ونتقلب في نعم الله. زادك الله يا شيخ. شيخ أنا رأيتك في ثلاث رؤى. الله يجعلها خيرا، لكن خليها بارك الله فيك خارج الدرس، لأنه أنا من ما نفتح باب تفسير الرؤى هنا. لا هذا مش تفسير شيخ، أنا من سوريا وقدمت مصر من عام، ويعني أود زيارتك وأتهيب منها. لا تذهب، لماذا نحن يعني في المسجد الحمد لله على طول، أي صلاة تأتينا في المسجد إن شاء الله موجود في المسجد بإذن. دعني أخبرك بالرؤيا رجاء يا شيخ. معلش ما أنا فتح باب للرؤى هنا. لا أطلب تفسيرها شيخ. الرؤية الأولى كنا أنا وأنت في حافلة وخطبت في الناس، نهيتهم عن الغناء وعن المعازف، ثم أنزلتني ونزلنا. والأخرى كنت في بيتي وسألتك عن حديث الفرقة الناجية. والثالثة أخبرت أحد من أهل بيتك أن يهديني عسلا التجربة. إن شاء الله زكت لنا يهديك عسلا، ونجعل نسأل الله نجعلها الرؤى حق إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم أسماء الأجاوي. أحمد طه الله أكبر كبير الحمد لله متأمل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل عن حكم الذهاب للعمرة بنات فقط، يعني مش معانا محرم. والله يا أختي الأفضل لك تخرجي من الخلاف ولا تدري. ما هو المحرم يعني أنا خارجة من مالي الخاص، ومش متوفر إن أنا أقدر أطلع معايا محرم، وحتى لو طلبت من أخويا أو كده هو مش رافض، يعني رافض مش موافق إن هو يعمل حاجة زي دي. وفي بعض العلماء يجوز مع الرفقة الأمنة. طب هي شروط الرفقة الأمنة يعني إيه؟ الرفقة الأمنة أقدر أحدد إنها أمنة؟ لو بنات مثلا من محافظة عليكي، المحافظة عليكي. رفقة تستطيع المحافظة عليك، لكن تمام. الله يكرمك. طب السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخ، هل الحكم لو انا ساعدت حد من اهل بيتي هو مش فقير بس مثلا في حاجة للمال او الدنيا مضايقة معاه، ده حكمها تأخذ حكم الصدقة؟ أي صدقة، لكن مش ليست زكاة إلا إذا كان من المصارف الثمانية. لا مش أنا ما بلغتش حد الزكاة، هي كمساعدة. الله يعينك. مش الله يعينك. يعني مثلا محددة صدقة شهرية بس ممكن أطلعها لحد من أهل بيتي. إذا كان يعني لكن هو مش محتاج زي الناس مثلا فقيرة جدا. إن شاء الله مأجورة بإذن الله. تمام. السؤال الثالث، رفض الزواج لأسباب بالنسبة لغيري غير مقنعة، مثلا بالنسبة لي أنا مقنعة، شخص مثلا عايزة حد ملتزم أو على دين أو على خلق، بيدين الناس من أهل الخلق والدين بس أقل مني، وأنا شايفة إن حاجة زي دي ما تقدرش تتناسب مع شخص، يعني أنا ما إنما لا أنت مش رافضة الزواج، كده أنت لست برافضة الزواج، لكن ترفضين غير الكفر. عشان نوصل من وجهة نظري بس، من وجهة نظر اهلي او اللي حواليا يعني شايفين انه ده مش صح. لا ما نتكلم الان بس حتى نوصف السؤال توصيفا صحيحا. انت الان فتح الباب للزواج الحمد لله، لكن تريدين الكفء لك. ايوه صح كده. هم ياتونك باقوام اكفاء من وجهة نظرهم لكن ليسوا باكفاء من وجهة نظرك.
تمام. لست بآثمة. هو غير الاسم، طب رأيي حضرتك لو في حد قدم ممكن يكون كفء، لكن في الناحية الدينية مؤدي فروض فقط، لكن أنا يعني الحمد لله فضل مني أعلى شوية، هل الموافقة في حاجة زي كده صح ولا أفضل إن أخذ حد أعلى مني في الدين؟ إذا استنصحتيني. أيوة. إذا استنصحتيني دي منظومة متكاملة، يعني أولا سنسألك أسئلة عن نفسك أولا، وثانيا نسألك عن المتقدم، يعني هل هو خلقه حسن، هل هو ثري يستطيع يعني يعوض الكفاءة العلمية بكفاءة مالية، هل هو متعلم في تعليمك، أهل ناس طيبين، حماتك اللي تكون جميع الشروط مثلا متوفره الا الدين، يعني الدين اقل. لا الدين اهم حاجه، اذا كنت لا الدين متوفر اللي هو يعني الانسان بيقضي شروطه، لكن لا اصل ممكن الدين الدين متوفر ممكن. عفوا ممكن يكون مصلي وصائم، ولكن معلش يعني هذا حال كثيرين من الناس اصحاب الافكار العلمانيه، مصلي وصائم لكن تكلمين على الحدود يقول لك هذا وحدي وحشيه في كده. ممكن يكون مصلي وصائم لكن ما يمنع انه ينظر للمسلسلات والافلام، ممكن مصلي وصائم وياخذك للمصرف حيث الاختلاط، فهي منظومه متكامله، لابد ان ننظر للشخص نظره اجماليه عامه. فما نستطيع ان نفتيك كده فتوى سريعه، يعني على كل حال اذا كان اهلك من اهل الفضل واهل الخير يسألوا سؤال جيد عن المتقدم في خلقه ودينه، وأنا أشكرك أنك تحريص على الدين، جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا شيخ. ميرا زبادي بارك الله فيك، حفظك الله يا سيدي البعلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب والحمد لله. دعواتك يا شيخ ان ربنا يثبتنا على الصلاه والطاعه يا شيخ. يا رب اجعلنا واياك واهلينا وازواجنا وذريتنا والسلام عليكم. تعالى اسال حضرتك سؤال بعدين. المقيمين للصلاه يا رب يا رب يا رب. تفضل. ايه حكم التاذين في اذن المولود؟ الاسناد ضعيف، ان اذنت اذن لكن كاسناد عن رسول الله الاذان في الاذن اليمنى والاقامه في الاذن اليسرى كل ذلك ضعيف. شكرا يا شيخ، جزاك الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا عمرو بن محمود. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال بس. سل سل سل. الله يبارك فيك. حضرتك أجر أرض وزرعها لب قرع من اللي هو بتاع الأزأزة ده معروف، فكنت عايز أعرف الزكاة عليها تكون إزاي؟ قولان للعلماء، هل عليه زكاة وليس عليه زكاة؟ إذا اخترنا الأحوط لنا في ديننا زكي إذا بلغ خمسة أوسق، إذا بلغ الناتج خمسة أوسق يعني تقريبا خمسة أرادب، زكي نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة والعشر إذا كان يسقى بماء السماء. تمام، يعني نصف العشر ده اللي هو كام يا مولانا لو سمحت؟ يعني من كل 20 أردب بأردب، من كل 20 كيلة كيلة، من كل 20 كيلو كيلو. تمام تمام. جزاك الله خير يا حمودة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا المبارك. أحسن الله إليك. وإليك بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك ويعطيك الصحة وتمام العافية. ولك بمثل. الله يكرمك، لي سؤال ولو تسمح لي أن أسجله لأعرضه على أخ طلب مني هذا السؤال. تفضل. طيب، هذا الرجل عنده محل لتشطيب الشقق. يوفر المواد الخام، يوفر الصناعية، يوفر المهندس الذي يقوم بالتنفيذ. يأتي إلى الشقة ويقول إن هذه الشقة تتكلف مثلا 100,000 جنيه، سأقسطها لك على سنة ولكن سأخذ منك كل شهر 3% فائدة. هل هذا الأمر جائز؟ هذا حرام. نعم حرام. هذا حرام، لكن من الممكن أن يعمل شيئا بديلا، يقول مثلا يدرس حسب مع نفسه.
نعم. افترض الحسبة مع نفسي أن الشقة تتكلف 100,000. نعم. وقال للشخص أنا سأنجز لك الشقة 150. تمام. على أن تسددني خلال سنة. إجمالا يجوز، تفصيلا بالتفصيل الذي ذكرته لا يجوز. لا يجوز. بالتفصيل الذي ذكرته أنت. طيب، هو بيقول دلوقتي أنا دلوقتي ممكن إن هو يعطيني الفلوس في خلال شهرين. واخد بال حضرتك؟ فدلوقتي ازاي انا احسب عليه؟ طب ما هو هيديني 3 او 6% بدل ما يديني 35% زياده. يا حبيبي انا قلت لك ما لي دخل في ان يدخل شهرين او 3 اشهر. الان انا جئت وعاينت الشقه التي تريد التشطيب. تمام حضرتك. وحسبته كمهندس. تمام. السباكه تساوي مثلا 1000، النجاره تساوي 1000، الدهان يساوي كذا، البلاط يساوي كذا، في النهاية كلفت معي حسبتي أنا 50,000. طيب. قلت للرجل أنت يا حبيبي هتسددني على كم؟ قال أنا أسددك على سنة. تمام. حسبت حسبتي في نفسي، قلت له أنا شطب لك الشقة بالمواصفات المتفق عليها. نعم. ب100,000 أنا حر. تمام. وأنت حر، لكن كوني أقول لك أنا أكلف الشقة 50 وأخذ 20 والثلاثين الباقية تكون 70 فايدة ربوية، لا يجوز. لا يجوز. بالطريقة التي وصفتها لك الله يستر عرضك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أمه طعنة في السن وتعاني من الوحدة وتقول لي شغلي لي مسلسل للتسلية يخفف عني الوحدة، هل هي آثمة أو أشغله لها؟ إذا كان مسلسل فيه محرمات لا تشغلي لها، مسلسل طيب لا بس يعني حنانية حنانية كبعض الشر هون بعض. السلام عليكم. عليكم. أخف يعني يكون في مشاكل وحشة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ ما صحت الحديث الذي في آخره، قال الله سبحانه يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صحيح. بارك الله فيك، دعنا يا شيخ. الله يكرمك، بارك الله فيك. تركت منزل الزوجية إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك شيخنا. الحمد لله. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. يا رب وإياكم. استفسار بعد إذن حضرتك. استفسر. لو سمحت أنا لو مثلا اشتريت كمثال أي شيء ماشي اشتريته بتاجر فيه. ها. وعدى عليه سنة. أيوه. بطلع الزكاة على ساعة ما أنا اشتريته ولا على ما يكون مثلا سنة؟ يعني لا. مثلا بعد سنه مثلا هيجيب بدل اشتريته ب 1000 هيكون ب 1200، اطلع الزكاه على 1200 ولا ال 1000؟ في سؤال. اذا انت احببت تبيعه ب 1200 ستجد المشتري في الحال ولا لا؟ ايوه انا راجل المشتري في الحال. اذا على 1200. اذا على 1200، لو ما لقيتش المشتري في الحال رخص شويه. اذا قلت ب 1000 هيجي لك مشتري ولا لا؟ انا اشتريته ب 1000 اهو. اسمع عدى على وبيع واشتري على طول وبيع واشتري بس في منه عدى عليه السنه. افهم يا استاذ افهم اسمع الكلام. خلينا اللي انت اشتريته بده ملوش قيمه خالص. الان انا معي هذه السلعه اشتريتها بواحد اشتريتها ب 1000 مالي دخل. ساعة حلول الزكاه انا بقيمها. قيمتها ب 1200 جاءني المشترون اربط على 1200. طيب ما جاءني مشترون ب 1200 سأنزل إلى أن يأتي المشتري يسيلها إلى أن تتحول السلع إلى مال سائل واربط الزكاة على المال السائل. هب أن ما فيش مشتري هي تساوي 1000 لكن ما في مشتري إلا ب 700. إذا قلت ب 700 يأتيني المشترون كثيرون اربط أيوة. الزكاة على 700. إذا ما الفلوس دفعت ما مع الفلوس تكون في الذمة. يعني أدفع الزكاة على حسب المال اللي أنا بحت به. أيوة الذي الذي سيتباع به. بارك الله فيك يا شيخ. وياك الله يحفظكم. السلام.
فزوجة تركت منزل الزوجية لهذه الأسباب، الزوج يقصر بشدة في النفقة، وأقصى رقم يتركه المصروف البيت 100 جنيه لثلاث أيام، يعني في اليوم 30 جنيه، ما العلم أنه تعرض عليه أكثر من عمل ولكن يرفض العمل، هل تصبح الزوجة ناشز؟ ليست بناشز، تموت جوعا كذا. 30 جنيه لنفقة في البيت الآن في مصر، يوم ب 30 جنيه بس ما يكفي أبدا، ستجوع المرأة كذا بهذه الطريقة. الله يشتغل هذا الرجل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أولا نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يخليك يا شيخ مصطفى. هو عندي سؤالين على السريع بعد إذن حضرتك. اسأل يا يعني. الحبيب. هو حضرتك في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. أمواتا. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. 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 الثانية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. تمام. تمام. هم هل هم فعلا يا شيخ مصطفى أحياء روحا وجسدا ينعمون؟ سأل بعض الصحابة رسول الله عن ذلك. أظن جابر أو ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقيل: إن أرواحهم في حواصل طير خضر، وثمة قناديل معلقة بالعرش. عارف القنديل؟ قنديل معلق بالعرش. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر. عارف حواصل الطيور زي الحمام كده؟ حواصل الطيور تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، يعني العشش. تمام. يعني اطلع عليهم ربهم. تمام. هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا رب، نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل مرة ثانية في سبيلك. تمام. فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا، يعني توصف أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تتنعم فيها حيث شاءت ثم تغوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قنديل معلق بالعرش من العرش، تغوي هذه الأرواح إلى تلك القناديل. هذا الذي ورد فيها. يعني هم يعني رزقنا الشهادة في سبيل الله، قلنا هم أحياء جسدا وروحا. لا صح كده يا شيخ مصطفى؟ والله أنا ما قلت ذلك، أنت تتقول علي، أنا ما قلت ذلك. أنا أقول لك الآن هذا الذي سأل عنه الصحابة فأجيبه. حديث تحبس السماء ثلث قطرها إلى آخره ضعيف بعد اللفظ. السلام عليكم. لا صح يا محمد رجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. أنا من تكلمت معك عن والدتي التي توفت تركت لنا ميراثا. طيب أبوك خد فلوسكم يعني. نعم. وقلت لك سامح أباك خلاص، قال أنا صرفت عليكم يا ابني والباقي تزوجت به، صح كده؟ صح. قلت لك طالب والدك، جاب لك حاجة، جاب لك ما جابش حاجة، ما تمسك السيف وتشهر بوالدك. لا أحببت أن أعلمك أنه يعني عنده أراضي وهكذا. طب قل له يا أبي هات لنا الإيراد يا أبا، أنت خدت فلوسنا. ماشي كلمه. هل هيسمع كلام أو لا؟ طيب ولدي حديث آخر أريد أن أسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، تفضل. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم. لا يصح هذا الحديث، لا يصح. أي نعم. والحديث الآخر الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب. لا يصح أيضا هذا الحديث، لا يصح. لا يصح، خطيئة اللي عملها داود بس، لا يصح. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. الإسرائيليون ينسبون إلى داود أشياء صعبة، حسبنا الله فيهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. مرحبا بك مولاد. مرحبا بك.
مرحبا يا اخي حماده. حماده تفضل. لو سمحت استفسار. تفضل. كنا في الحج السنه دي ورمينا رمي التشريق دي الثانيه الفجر. نعم كنتم في الحج وبعد رمينا الرميه الثانيه ايام التشريق. رميتم الجمره الثانيه ايام التشريق. الساعه واحدة قبل ايوه ده شغل المصريين. والبعثه المصريه بالكامل عملت كده عشان قالوا لنا الاتوبيسات هتيجي وتتحرك ورمينا كلنا الساعه 1 قبل الفجر. وبعدين؟ ده ليله 12 مش كده؟ نعم ليله 12. ليله 12 رميناها في قبل الفجر بتاع بدايه يوم 12 الساعه 1. معاك فلوس؟ معايا فلوس. اذبح دم احوط لك. احوط من اذبح دم. لكن دعني اشرح المساله للناس لان الناس يقعون في عموم الحجاج المصريين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد صوره سؤال الاخ ان اولا ربنا قال في كتابه الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أخ صافي الله يغفر لك شغلتنا بس استغفر الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تعجل في يومين يعني تعجل في يوم الثاني عشر يرمي الجمرات يوم الثاني عشر وينصرف. إذا تأخر يرمي الجمرات يوم الثالث عشر وينصرف. رمي الجمرات المسنون عن رسول الله والوارد عن أصحابه أنهم كانوا يتحينون وقت الزوال. يا عبد الرحمن مش الناس بالأخ صافي كده ما نحبش هذا الكلام يزينا والله. يرمي الجمرات وقت الزوال بعد الزوال وينصرف. في من يتجوز ويقول يجوز رمي الجمرات قبل الزوال للزحمة أو للطيران. فهذا رأي لبعض الفقهاء وإن كان خلاف المسنون لكن بيكون بعد الفجر. لكن الحملات عموما ماذا تصنع خاصة الحملات المصرية؟ يفرغون المخيمات إلا من رحم الله. ليلة الثاني عشر مش ليلة الثالث عشر ليلة الثاني عشر الساعة الثانية عشر ليلا ويتجهون الجمرات يرمون الجمرات الساعة الثانية عشر ليلا لليوم القادم. يعني لم يرموا بعد الفجر ولم يرموا بعد الزوال. لم يرموا بعد الفجر ولم يرمي بعد الزوال لما رمى قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة وانصرف. فهذا لم يتعجل في يومين ولم يتأخر فعلى ذلك ترك المبيت للفجر ورمى الجمرة قبل الفجر. فنقول هذا خلاف السنة وخلاف أفعال العلماءنا السابقين خلاف أقوال العلماء وخلاف السنة وخلاف المذاهب. يرمي قبل الفجر واليوم يبدأ بعد الفجر. فعلي أنا قلت له لو معك فلوس اذبح دم انك تركت واجبا وهو الرمي يوم الثاني عشر. ما عندك فلوس ممكن تأتيك فتوى للاضطرار ان اصحاب الحملات اجبروك على ذلك وانت ستتوه وتضيع. فممكن يعذرك لاضطرارك او لجهلك والله اعلم. السلام عليكم. حبك الله يا ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى اتفضل. يا شيخ مصطفى كنت سمعت احد المشايخ يرد على فضيلتكم في تضعيف حديث فق موسى عليه الصلاه والسلام لعين ملك الموت. وهذا الشيخ يعني قال ان الروايه في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر صحيحه. قال لأن همام ابن منبه. اسمعني. اتفضل. اسمعني. هل أنت سمعت مني
كلاما صريحا أنني أضعف الخبر؟ أنا سمعت من فضيلتكم أن رواية همام عن المعمر صحيح. أنا بسألك سؤال. صحيح مسلم. أنا أسألك سؤالا، أنت سمعتني أنني أضعف الخبر؟ والله يا شيخ سمعت من فضيلتكم أنك تميل إلى تضعيفه. أنا ولا أذكر لك الآتي، أذكر لك الذي قلته. قلت لك الحديث ورد في البخاري صحيح من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس تمام عن أبي هريرة من قوله تمام موقوفا عليه تمام. ثم بعد أن أورد البخاري القصة مطولة تمام أورد البخاري لا القصة مطولة قال وقد روى معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله نعم نحوه قد روى معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله نحوه كلام ده فين في البخاري في كتاب الأنبياء في ذكر موسى صلى الله عليه وسلم الذي السادس في الفاتح أو السابع في الفاتح نعم فهمت ده اللي حصل اللي حصل قلنا بالضبط كده روي مرفوعا وموقوفا نعم. قدم البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة نعم أضاف بعض العلماء في ذلك أن همام قد يروي الإسرائيليات هذا الذي تم القول به فبعض العلماء استغرب المتن وقال إن الموقوف أقوى من المرفوع لأن طاووس أقوى من همام في أبي هريرة خدت بالك فبعض العلماء قوى الموقوف من كلام أبي هريرة وبعض العلماء قد وما قدم إيه رواية همام المرفوع هذا الذي حكيت ذلك وأتبعت ذلك بالقول أن في حمل العلماء على هذا بعض الغربات التي في المتن لم تأتي في غيرها بعض الغربات اللي في المتن الغربات هذه كلها ممكن ندفعها إذا سلم الخبر يعني إذا سلم لنا الخبر نعم عن رسول الله ما نستطيع أن نقدم أي رأي سلم الخبر عن رسول سلم الخبر في كتاب الله أن البحر انشق لموسى صحيح سلم الخبر في كتاب الله أن الخبر سليم طبعا ما يقول سلم الخبر خبر أن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم قال الله تعالى يا في شأن داود يا جبال أوبي معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق قال تعالى في شأن مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة قال الله سبحانه في شأن داود وألنا له الحديد نعم سليمان سخرت له الريح كل ذلك تركنا عقولنا تماما صحيح وقدمنا كلام الله وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله ما نقدم على قول رسول الله أي قول ولا أقولنا ولا أفهمنا أبدا كلها مطروحة إذا سلم الخبر عن رسول الله لكن كانت الإشارة إلى أن هذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا نعم وأن بعض العلماء استغرب بعض الألفاظ فيه فجنح بعضهم إلى الوقف نعم لماذا؟ استغرب ما ورد في أي حديث آخر أن ملك الموت كان يأتي رأي عين إلا في هذا الخبر وقال بعضهم أن الله قال لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صحيح وكيف يخير موسى عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حديث آخر أن موسى عليه السلام لما حضرته اللفاة سأل ربه أن يدنيهم هو في نفسه في نفس الخبر ضد بعض الطرق يدنيهم من الأرض المقدسة رمية بحجر فكلام ده كله ممكن نرميه على جنب كلامنا وأراء الذين تكلموا بهذا إذا سلم الخبر فالذي ذكرناه أن الخبر روي موقوفا وروي مرفوعا ولا تستطيع أنت ولا غيرك أن تنازعه في أنه روي موقوفا صحيح لأنه في البخاري موقوف نعم وفي البخاري بعده ما ساق البخاري في كتاب ذكر الأنبياء ما ساق رواية معمر عن همام قال وقال معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله نحوه باختصار شديد هذا الذي قيل ها
مش داعي يعني ان الكلام يعني مزايدات وكل واحد كل يوم طالب بكلام. هذا الذي قلته وان شئت راجعت البخاري. نعم في مسلم من طريق عبد الرزاق عن همام عن ما مع عن مامر عن همام عن ابي هريره وزي الصحيفه. انا اسال عن تلك الروايه التي في مسلم. ما هي اصل الكلام مداره على من كده الان على مامر. كلام مداره على مامر، مامر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابي هريره موقوف. مامر عن همام، مامر عن همام عن ابي هريره مرفوعا. مرفوعا. دار الكلام على مامر. وصحيفه مامر عن همام قبلها عدد من العلماء والشيخ الدكتور رفعت فوزي اظنه حي ما زال وفقه الله له رسالة دكتوراه في مرويات مامر عن همام. صحيح. لأن هذه السلسلة مروي منها بعض المتون الغريبة شوي. نعم. مروي منها بعض المتون الغريبة شوي. نعم يا شيخ. أنت فهمت كلامي ولا إيه؟ لا فهمت زي الله يسلمك، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا وأهلا وسهلا. ممكن سؤال يا شيخ؟ مرحبا واهلا وسهلا، تفضل. ما حكم سب الله وسب الرسول؟ نعم. سب الله وسب الرسول والدين. كفر، عليه ان يتوب، يسلم من جديد. طب ما قول الشيخ الاسلام، شيخ الاسلام تأمينه انه يقتل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يسلمك. في اختلاف ما بين اب وابنه. ها؟ الاخ يقول في الذي سب الله ورسوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قل ما القول في كلام شيخ الاسلام انه يقتل ولا توبة له؟ لا، معنى كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه يمكن معنى آخر غير الذي هذا بليه، يعني شخص صب الله ورسوله وجيء به إلى الشرطة أو إلى القضاء الشرعي قيل هل سببت رسول الله، هل سببت الله ورسوله؟ قال حصل ولكني أتوب الآن. فإذا توب الآن لا تنفع التوبة الآن. كالسارق قبض عليه وهو يسرق وقدم لقطع يده قال أنا تبت الآن. لا طبعا أنا تبت الآن لا تنفع. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله. انت قلت يا شيخنا في السؤال دلوقتي يعمل دم اللي هو تعجل فيه اللي هو يوم السنة عشر ده. قلت إن كان مستطيعا. إن كان مستطيعا يعني. طيب هو يعمله في مصر ولا في السعودية يا شيخنا؟ لا معلش. كل دماء الحج في السعودية في مكة على الأقل. مكة. مكة ومنى. بس وكل حجاج. انت ما وضحتش الحته دي. انا قلت في مصر. انا لم اسال عنها يا شيخ طه. نعم ماشي. معروف بداهه ان كل الدماء المتعلقه بالحج والنسك كلها في مكه او منى او جزء من مزدلفه او مزدلفه بالكامل. قليلا للناس بس يا سيدنا. حاضر حاضر. كل حجاج مكه ومنى طريق ومنحر. بارك الله فيك يا صافي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا الله يا عبد الرحمن حرك الاسئله عندك. انت نايم النهارده يا عبد الرحمن. صحصح معانا الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ وجزاك الله خيرا عنا يا رب العالمين. وياكم محمد. تفضل الله يحفظك. في سؤال يعني في خلاف ما بين اب وابنه. ابنه متزوج وعنده اولاد فشغال في شركه، والمهم شغال في شركه بعقد. ابوه بيقول له ما تسيبش الشركه، تمام؟ والولد ابنه لقى شركه في مكان تاني، واخد بال حضرتك، ضعف الراتب بتاعه، والولد عايش في عيشه ضيقه لان المرتب على قده، فابوه بيصر انه ما يسيبش المكان بتاعه، وهو مش عايز يرق ابوه، بس لو سمع كلام ابوه في مضر عليه وعلى اهل بيته. في سؤال اسالك سؤالا. اتفضل يا شيخ. تركه للشركة وانتقاله لمكان آخر هل سيؤثر سلبا على الأب بشيء؟ لا يا شيخ. لا. إذن الأمر فيه سعة، وليس كل ما يقوله الآباء يكون صحيحا.
الأب بشر يصيب ويخطئ ويشهد ويعلم. وقد تحاكم عمر مع ابنه عبد الله بن عمر عند مجلس شورى عمر، وقبله كان تحاكم عمر وابن عمر إلى رسول الله في مسألة، فقد الرسول لعمر قال ابن عمر: كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان عمر يكرهها. قال الشراح: كان عمر يكره أنها شغلت الابن عن مهمات مثل الصلاة في جماعة وكدت أن تشغله عن الجمعة. شفاك الله فك يا شيخ، الله يكرمك. فقال عمر لابني: طلق المرأة. أبى ابن عمر فتحاكم إلى الرسول عليه السلام فقال: أطع أباك. مسألة أخرى، كان ابن عمر في الكوفة، نعم، فوراجع من الكوفة مر على أميره يسلم عليه أبو موسى الأشعري. قال أبو موسى: يا ابن عمر، خذ هذه الأموال وصلها لأبيك. أخذ ابن عمر الأموال اشترى بها بضاعة، تمام، مليون مثلا، اشترى بضاعة من الكوفة ورجع هو صاحبه إلى مكة فباع السلع وأخذ الفلوس يردها إلى من؟ عمر بعد أن ربح. تمام، فهمني؟ معك يا شيخ، سمعك. وبعد رأى عمر على ابنه عبد الله أثر الرياش، متريش، لبث جديد ومتوضب نفسه متحسن يعني، فسأله: من أين، إيه ماذا الذي حدث لك يعني تريش مثلا؟ قال، حكى له الوضع. قال: لا لا، اقلع كل هذا، كل الفلوس اللي عندك ده فلوس بيت المال، رد الفلوس. قال: كيف يا ابي؟ انا اشتغلت فيها هب انني كنت خسرت، انا رددت لكم اموالكم، اخذت مثلا من ابي موسى مليون، هذا المليون رددت لكم. قال: لا، انت تاجرت في اموال المسلمين، رد هذه الفلوس لمن؟ لبيت المال. قال ابن عمر: نتحاكم. ما سلم لأبيه مرة واحدة. عمر قبل التحاكم عند مجلس شورى عمر، فقال مجلس شورى عمر: سنعتبر هذا الابن مستثمر، له نصف الربح، ولرأس المال نصف الربح. فقنع عمر بذلك، وقنع ابن عمر بذلك. فالشاهد لم يسلم للوالد قولا واحدا، فأب أن الوالد مثلا اختار رأيا، والوالد ليس معصوما، خبراته بالدنيا ضعيفة، وقال الوالد لازم تشتغل هنا، والابن قال: لا يا أبي، الشغل هنا أريح لي في ديني وفي مرتبي، مرتب ضعف والعمل أريح. هل يلزم الوالد بالسماء؟ الوالد بالسماء لبي لا يلزم، إلا إذا كان سيؤثر على الوالد، يعني الشغل دي جنب البيت يا ابني، وأنا رجل كبير السن، خليك جنبي يا ابني، والمرتب قليل. دي في الحالة اللي زي ده كله ارحم اباك وكن بجواره لو كان مرتب قليل، لكن ما فيش ضرر لاحق بالوالد ويتحكم تحكمات فارغه، لا لا يطاع. تفهمت الكلام؟ جزاكم الله. ولا يكون عقوقا هذا. او مثلا ابوك قال لك انت مثلا، سامحني يعني، وانت تريد الزواج، قال لك يا ابني اتجوز بنت عمك، شحمنا ولحمنا ودمنا وزيتنا في دقنا يا ابني. تمام. يا ابا البت انا مش عاجباني دمها تقيل يا ابا شويه، مش حبيبها. الا تتجوز بنت عمك، لا انت ابني ولا اعرفك. لا انت ابني ولا اعرفك، مالهاش قيمه عندنا الان. انا اتزوج واحده واحبها تحبني. الزواج للافاف. نعم. خلاص كده الكلام واضح؟ الكلام واضح يا شيخ، وفي نقطه ثانيه لو تسمح لحضرتك. يعني. اتفضل يا حبيبي. انا في حاجات بتزعلني يا شيخ. انا عايز اعرف ايه السبب اللي وداها لكده. بخش يعني في حاجه بتقابلني على النت وكده. ارفع صوتك وضح. حاضر. في حاجه بتقابلني على النت يا شيخ، الاقي بعض الناس اللي هم ادعياء العلم، الناس بتخبط في بعض ويتكلموا على بعض، يتكلموا على المشايخ. ايه اللي ودانا لكده يا شيخ؟ والناس والله الشيطان وداهم لكده. الشيطان جعلهم يتركون اهل الاوثان ويطعنون في اهل الاسلام. تجد واحد من السبابين السفهاء الفساق يترك أهل الفسق وأهل الكفر وأهل الفجور وينظر للعلماء الدعاة إلى الله. إذا ادعى إلى الله غلط غلطة، جعل الضمة فتحة في أي مسألة، لا خلاص تقام عليه الدنيا، ده لا يفهم في النحو ولا يصلح له ولا
طيب يا أخي أنت عندك ضل مضل بيقول إن الله ثالث ثلاثة، وعندك ضل آخر مضل يقول إن دين النصارى صحيح وأن النصارى في الجنة، وعندك ضل مضل ليل نهار يقول مدد يا بدوي، وعندك ضل مضل يشك أن يقول حدثني قلبي عن ربي واترك القرآن والسنة، لا يتعرض لهم بكلمة، لا هم أنه لا يتعرض للكفار الأصليين بكلمة، ولا يتعرض لأهل الضلالات بكلمة، ويجي على علماء السنة ولا لا 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 ما ينفع، نصب المرفوع ما يصلح إمام ولا يصلح ولا يصلح، ويركز كما قال الرسول في شأن الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام كالذين قتلوا علي بن أبي طالب. كان هناك كفار كثيرون غير علي بن أبي طالب، علي إمام تقي، إمام تقي من الأتقياء المبشرين بالجنة، الله يحبه ويحبه رسول الله وهو يحب الله ورسوله، يتركون كل الكفرة ويأتون إلى إمام للمسلمين ويقتلون الشيطان. فنبتت نابتة سوء كفام الله شرهم وانتقم الله منهم. اللهم أمين. هذه الفئة الباغية أولا هم فساق لقول الرسول عليه السلام سباب المسلم فسوق، ثانيا فيهم شعب الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. عندنا على الفضائيات كل يوم نرى واحد يصحح منهج النصارى ويقول إنهم في الجنة، واحد يقول إن الله ثالث ثلاثة، واحد يقول مدد يا بدوي، والثالث يقول حدثني قلبي عن ربي ولا يترك الكتاب والسنة أثر. كلها وعندنا الممثلين الذين ينشرون الدعارة والفسق، كل هؤلاء عند هذه الفئة الضالة الباغية لا لا ما فيش فيهم أي حاجة، ولا يتعرض لهم بكلمة، ولا يتعرضون لهم بكلمة. عندنا الربا منتشر، عندنا التبرج منتشر، عندنا الحكم غير ما أنزل الله سائد، كل هذا يترك وينسى للعالم الداعي إلى الله. فلا ده مبتدع ضل ضل يا عم، عمل إيه؟ ماذا صنع؟ يعني في أباغية موجودة، في أباغية موجودة لا بورك فيها ولا في مسعاها، هذه الفئة الباغية ما ترك حتى أمام الحرم يكفرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أخطأ في التجويد خلاص لا صلاة باطلة، يقولون كده ما يسلم من لسانهم أحد. ولذلك الحمد لله هم في قل، ويومين تجدهم يتعادى بعضهم مع بعض ويلعن بعضهم بعض كالتكفير والهجرة من أيام زمان. نعم يصل الأمر أن واحد من التكفير في الجامعة يقول ما في مسلم إلا أنا على وجه الأرض، وهؤلاء برضو يبدعون العالم حتى يودع بعضهم بعضا. هذه أنظمتهم عياذا بالله عياذا بالله. ما لا لا بقول لك هم لا يستدلون بآية ولا بحديث ولا يبنون أنفسهم. أنت يا ابن الحلال أنت ابن نفسك، حصل كتاب الله، حصل سنة رسول الله، اقرأ أقوال الفقهاء، استفيد، ابن نفسك يوم بنية بعد بنية بعد بنية تصل إلى مرضات لا تكون عالما، إنما لن تكون عالما أبدا بالسب والشتم. سب والشتم يقدر عليه كل شخص، السب والشتم يقدر عليه كل شخص. بارك الله فيكم، ربنا يجزيك خير يا شيخ خانان يا رب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. هل الأولى قضاء دين الزوج أو البحث عن سكن مريح للزوجة والأبناء بعيدا عن الأذى الجسدي والنفسي لهم؟ الديون أولى، لكن إذا كان صاحب الدين يصبر على أن يوفر سكن يطمئن الأهل ما في بأس. عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر
لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ارفع درجاتنا في عليين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا ولي الإسلام وأهله أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا عفو يا كريم اعف عنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.